طبعا هاي الرسالة وجهها إليك يا سهير زوجتي العزيزة. أنا مو قلت لك ما تزعج أختك؟ شي حلو والله عم تلعب بيلعبها كمان. قل له يا حبيبي يا حمادة تعا دروس بلكي تنجح. بقول لي أنت ما دخلك؟ بس لأني كنت مخدوع فيكي وفكر إنك فعلا بتحبي حمادة مثل ما كنتي تقليلي. قلت لك عطيه يمسح الكندرة. أنا معي سرطان بالدم؟ لا تقولي لك معي الزر عنه. بابا لا تتركني بابا.